بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. هو الحقيقه مفيش جديد، لان كالعاده الاهلي مصدر السعاده. هو ده يعني مفيش جديد، كل يوم هو الاهلي بيبقى كل واحد في حياته حاجه هي اللي بتدي له السعاده. الحقيقه النادي الاهلي اصبح مصدر سعاده الملايين جوه مصر وبره مصر، والحقيقه كلامي ده يعني بيجمع عليه الكل. مش عايز اقول ان جمهور النادي الاهلي بس الاهلي مصدر سعادته، لا، المصريين كمان النادي الاهلي مصدر سعادته. خلينا نقول انه النادي الاهلي كل يوم الحمد لله فيه بطوله بتدخله. احنا تابعنا الاسبوع اللي فات يومين ورا بعض بطوله كاس مصر للسيدات، بطوله كاس مصر للرجال، طفره كبيره بتحصل في قطاع كره السله رجال وسيدات، حتى الناشئين كمان والناشئات، وهيكون لنا كمان اكيد لقاءات يخص الناشئين والناشئات. بس احنا اتعلمنا ليديز فيرست. النهارده هيكون يعني تكريمنا واحتفالنا بسيدات النادي الاهلي لتوجه كاس مصر للسنه الثانيه على التوالي، وحطوا تحتها 100 خط، وبطولة المرتبط للسنة الثانية على التوالي ونحط تحتها 100 خط برضه، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بطولة الدوري السوبر، وقبليهم كمان بطولة القاهرة اللي احتفلنا بيها منذ شهر في نفس المكان. لازم نحتفل بدول، بالرجالة، رجالة الجهاز الفني وسيدات الجهاز الفني، وأيضا لاعبات الفريق اللي بقالهم سنتين بيبنوا طوبة على طوبة. وأنا عارف أنا بقول إيه، يعني المكسب والمنظر اللي أنتوا شايفينه ده ما بيجيش فجأة، ده طوبه ورا طوبه ورا طوبه عشان تلاقوا هيكل كبير بقى، فرقه بتقدر تحصد البطولات. وانا بقول لكم خليكم فاكرين كلمتي دي، ان شاء الله احنا رايحين عربيا ورايحين افريقيا بالفرقه دي.